ما الحكم في المسح على الجوارب الشفافة أو التي بها خروق أو مشققة؟ جزاكم الله خيرا. لا يجزي المسح على الجوارب المشققة أو التي فيها خروق يبدو منها شيء من الرجل، لأنها غير ساترة، وما ظهر من الرجل يكون فرضه الغسل، وإنما الذي يجزي فيه المسح هو ما يستر الرجل سترا كاملا. فعلى الإنسان إذا أراد أن يستعمل الجوارب أو الخفاف للمسح عليهما في الطهارة أن يختار ما يستر الرجل سترا كاملا. نعم. قد يدلي بعضهم الشيخ بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن لهم من الجوارب مثل ما يمكن من الستر هذا احتمال، والسمك. هذا احتمال، والاحتمال لا يبنى عليه حكم. والخف إذا أطلق يحمل على السلامة، الجورب إذا أطلق يحمل على السلامة، أما إذا كان فيه خرق أو فيه فإنه يقيد، يقال خف مخروق أو جورب مخروق أو مشقوق، لكن إذا أطلق الخف أو الجورب فإنه يحمل على السلامة. واحتمال أن الصحابة كان في خفافهم خروق أو فيها شقوق، هذا احتمال. نعم.